بيبدا الفيلم في جزيرة بعيدة، مع مجموعة من عمال واقفين مستنين صندوق حديدي كبير في حيوان ضخم، وعايزين ينقلوه لمحمية بعيدة يعيش فيها، لكن أثناء نقله الحيوان بيمسك عامل من العمال الموجودين وبيتسبب في قتله، ومحدش بيقدر ينقذه، وبيرفع أهل العامل دعوة قضائية ضد الشركة بقيمة 20 مليون دولار كتعويض. والمحامي المسؤول عن المؤسسة بيحضر علشان يقابل صاحبها مستر جون ويحكي له عن المستجدات بخصوص القضية وبيقابل عامل من عمال الجزيرة واللي مسؤول عن الحفر والتنقيب في الأنفاق الجبلية وبتحصل حركة غريبة في المكان بسبب اكتشاف ناموسة متحنطة وسط الصخور ولسه بحالتها زي ما هي وبتعدي فترة وبنروح لعالم الآثار دكتور جراند واللي بيكون مهووس بجميع أنواع الديناصورات ومن الدكاترة القليلين جدا اللي دارسين تاريخها وسلوكها وبيكون موجود مع زميلته اللي في موقع تنقيب عن عظام ديناصورات مدفونه تبع جون برضه وبيلاقي طفل في الموقع وبيقول له عن الديناصورات انها عباره عن ديك بس كبير شويه مش اكتر فبيقول له جرانت انه يتخيل لو كان في الغابه لوحده وفجاه لقى ديك كبير زي ما بيقول والديك ده كان بيراقب كل تحركاته حتى لو كنت واقف مش بتتحرك هيكون الديك مركز وشايفك ومستعد للهجوم عليك وساعتها مش هيكون ديك واحد لانه هيكون معاه مجموعات بتهاجم في قطيع وكلهم هيهجموا عليك وياكلوك وانت حي والطفل بيخاف جدا وجرانت كان قاصد انه يخليه يحترمها بعدها بتيجي طياره هليكوبتر للمكان وبيروح علشان يتخانق مع الطيار لانه ما ينفعش يجي فجاه للمكان لان هواء الطياره ممكن يتلف الحفريات ويبوظها فبيبلغوا انه لازم يروح الاستراحه بتاعته ضروري لان في حد مستنيه هناك وبيروح بيلاقي جون مدير المشروع وموجود عنده لأول مرة وبعد كده بتدخل إليز ميلتو وبتتصدم لما بتشوف جون جاي لهم بنفسه فبيقول لهم جون إن عنده محمية طبيعية خاصة على جزيرة بعيدة والمستثمرين قلقانين إنها ممكن ما تنجحش علشان كده محتاج رأيهم هما الاتنين لأنهم أفضل علماء في المجال ومحتاج موافقة مكتوبة منهم على المحمية الجديدة وده لأن المحمية لها علاقة بشغلهم وحفرياتهم وعرض عليهم يزوروا المحمية بنفسهم علشان يشوفوا كل حاجة على الطبيعة ولو وافقوا هيمول عمليات التنقيب بتاعتهم لمدة ثلاث سنين قدام وبيوافق جرانت وايلي على زيارة المحمية آخر الأسبوع وفعلا بينقلهم جون بطيارة وبيعرفهم على دكتور مالكوم عالم في الرياضيات وبيظهر في محمية جون واحد اسمه دينيس وهو قاعد مع واحد تاني وبيتفق معاه على بيع الأجنة اللي هيسرقها من المحمية وبيدي له حاضنه صغيره موجوده في علبه سبراي علشان ما حدش يشك فيه، وبنرجع من تاني لجرانت وجون، وبيوصلوا الجزيره وبتكون محاطه باسلاك كهربائيه بقوه 10,000 فولت، وبيكون معاهم واحد اسمه دونالد، مراقب من المستثمرين، وجاي علشان يراقب انظمه الامن في المحميه، وبيتحركوا على المقر وفي طريقهم بتقف العربيات، وبيكون جرانت منبهر. لأنه أول مرة يشوف في حياته ديناصور حي قدامه مع أنهم انقرضوا من العالم كله ومحدش عارف شكلهم وهم أحياء عامل إزاي وبتبص إلي عليهم وهي مبهورة وبينزل لهم جون وبيقول لهم أهلا بيكم في المحمية وبيوريهم هو إزاي قدر يستنسخ الديناصورات بعد انقراضها وبيفرجهم على فيلم تسجيلي ليه وهو بيتكلم عن أهمية الحمض النووي في الاستنساخ اللي عمله وإنه لما كان بينقب في مكان من الأماكن لقوا ناموسة عمرها 36 مليون سنة ومتحنطه في ماده زجاجيه منعتها من التحلل ومن خلال علماء واجهزته قدروا انه ياخد عينه من دم الناموسه وممكن تكون الناموسه دي تكون وقفت على ديناصور واخدت من دمه وبعدها اتجمدت بالطريقه اللي هم لقوها عليها وطبعا دمها هيكون فيه الحمض النووي بتاع الديناصور ومعروف ان اي حمض نووي بيحتوي على اكتر من 3 مليون شفره وراثيه ومن هنا قدروا يستنسخوا اول ديناصور في حديقه جون وسموا الحديقه جوراسيك بارك ومن بعدها بدأ في التوسع واستنسخ جميع أنواع الديناصورات، وجرانت وايلي من انبهارهم بيجروا بسرعة على المعمل علشان يشوفوا الأبحاث بتتم ازاي، وبيشوفوا بيضة الديناصور بتفقس قدامهم، وبيقول لهم الدكتور إنه بيحضر لولادة أول حيوان في المحمية بدون استنساخ، وعامل حسابه لأنه بيستنسخ الديناصورات الإناث بس، علشان يتحكم في عدد الديناصورات اللي موجودة في المحمية، لكن مالكم بيقول له إن الطبيعة دايمًا هي اللي بتنتصر في النهاية. ولو حاول يمنع حيوان من التكاثر ساعتها مش هيقدر يخمن عواقب اللي يحصل وجرانت قلق لما عرف ان الديناصور اللي في البيضه ده من الانواع المفترسه اكله اللحوم وبياخدهم جون في المكان اللي موجود فيه ديناصور من اخطر الانواع اللي موجوده في المحميه لانه مفترس وبيقول لهم انه من اقوى الفصائل وبتكون في اقوى حالتها بعد ما بتتم 8 شهور بس وسريعه وذكيه جدا لدرجه انها بتوصل لسرعه 80 كيلو في الساعه ولقوا نفسهم مجبرين على حبسها لأنها ممكن تهرب وتهاجمهم بسهولة وبيرموا جاموسة للديناصور وبيقطعها في لحظة وبيروحوا كلهم علشان ياكلوا وبيكون مالكم أكتر واحد متضايق لأنه شايف إن إعادة الديناصورات للحياة ضد قوانين الطبيعة والطبيعة اختارت الديناصورات للانقراض والأرض ما بقتش مهيئة ليهم وأكيد هيندموا على استنساخهم وجرانت مش قادر يدي رأي وبيقول إن محدش يقدر يخمن تصرفات الديناصورات لأن اللي بيفصلنا عنهم ملايين السنين وبيجي احفاد جون علشان الجوله السياحيه في المحميه اللي وعدهم بيها والبنت اسمها ليكس والولد اسمه تيم وبيبداوا الجوله في عربيتين بدون سائق وبتمشي بالكهرباء على قضبان وجون مش بيروح معاهم وبيفضل في غرفه التحكم لان اللي بيتحكم في العربيات دي دكتور راي ودينيس وبتركب ليكس مع اخوها تيم ومعاهم المستثمر دونالد والباقي في العربيه التانيه وبيتابعهم جون من الكاميرات المنتشره في المحميه وبيكلمهم في العربيات بتاعتهم وبيكون المسؤول عن الأنظمة الأمنية هو دينيس اللي عاوز يسرق أجنة الديناصورات علشان يبيعها لشركة تانية وهيبقى يعملها بعد الجولة ما تخلص والعربيات بيكملوا طريقهم لحد ما جرانت بياخد باله إن في عربية راكنة جنب ديناصور واقع على الأرض فبيقدر إنه يفتح باب العربية بسهولة ويخرج منها فورا علشان يعرف اللي حصل وري بيقول له إن أنظمة الأمن في العربيات مش سليمة ودينيس بيقول لهم إن العربيات لسه محتاجة تجهيزات وتصليحات كتير وجون بيتخانق معاه ودينيس قال له ما المرتب مش بيكفيني لكل الشغل دوت وبنرجع لجرانت وبينزلوا كلهم عند الديناصور وبيحاولوا يعرفوا اللي حصل وبيلاقوه مريض بسبب تعب في المعده وبيحصله كل اسبوعين وايه اللي بتستنتج انه ممكن يكون تسمم بسبب العشب والجو بدا يتغير وبتحصل عاصفه قويه وبيقرروا كلهم يرجعوا للمركز من تاني ما عدا ايلي لانها قررت تفضل مع الديناصور تعالجه وهتبقى ترجع مع حارس الامن بعدين وفي نفس الوقت دينيس قرر انه يسرق الاجنه من المعمل، وبيبلغ جون ان السيستم هيعمل ريستارت لمده ساعه، وفي خلال الساعه دي بعض الانظمه هتفصل عن العمل، وبيكون هو اللي عمل كده علشان الكاميرات ما تكشفهوش وهو بيسرق الاجنه، وبيدخل المعمل وبيحط الاجنه في الحاضنه الصغيره اللي معاه، وبيهرب بعربيته من المحميه علشان يلحق اخر سفينه هتتحرك من المينا، وبيكون معلق نظام الامن كله في المحميه، علشان يهرب بسرعة من المكان واللي بيزود المشكلة انه قافل جهاز الكمبيوتر بتاعه بكلمة سر علشان ما حدش يشغل الانظمة من تاني واثناء هروب دينيس بالعربية في المطر بيخبط في اليافطة اللي بتوريه اتجاهات الخروج من المدينة وما بيكونش عارف الطريق من بعدها ولان الانظمة كلها تعطلت الكهرباء بتقطع في المحمية والعربيات اللي فيها جرانت ومالكوم واحفاد جون بتتعطل وبيفضلوا كلهم قاعدين في العربيات ومش عارفين يتصرفوا لحد ما تيم بيلاحظ حركه قويه بتقرب منهم وفجاه بيظهر جنبهم ديناصور مفترس ضخم جدا ودونالد بيسيب العربيه وبيجري يستخبى والديناصور بيقطع اسلاك الكهرباء بعد ما الكهرباء قطعت وبتكون ليكس في ايدها كشاف بيجذب انتباه الديناصور وبيقلب العربيه بيهم وبيحاول جرانت ومالكم انهم يجذبوا انتباه الديناصور ناحيتهم هما ومالكم بيستخدم شعلة نارية علشان يجيبوا ناحيته وجرانت بيروح للاطفال وبيجري الديناصور ناحية مالكوم وبيدمر الحمام اللي مستخبى فيه دونالد واول ما بيشوفه قدامه بيأكلوا فورا وبيرجع من تاني للعربيه وبيحاول انه يقلبها من على حرف السور العالي اللي هم واقفين عليه وبيكون جرانت قدر يخرج ليكس منها وتيم بيفضل فيها لحد ما الديناصور بيرميها من فوق السور وبتقع العربيه فوق شجره عملاقه وبتمنعها من السقوط وفي الوقت ده بيكون دينيس لسه بيحاول يهرب من المحمية، لكن بسبب الجو والمطر الشديد، بيعمل حادثة بعربيته، ولما بينزل من العربية بيلاقي إن في ديناصور صغير مفترس واقف قدامه، والديناصور ده من الأنواع السامة، وبيبخ في وشه مادة سامة وبيعميه، فبيحاول يرجع بسرعة للعربية ويقفلها عليه وهو شبه أعمى، وأول ما بيقفل على نفسه باب العربية، بيلاقي الديناصور موجود معاه في العربية، وبياكله. وبتقع الأجنة اللي سرقها في الوحل وبيكون جرانت بيحاول يتسلق الشجرة علشان ينقذ تيم منها قبل ما تقع العربية وتموته وبعد ما بيخرج تيم من العربية بيلاقيها قربت تقع عليهم فبينزلوا من على الشجرة بسرعة وفي نفس الوقت بتكون إيلي والحارس اللي معاها عرفوا إن العربيات اتعطلت وراحوا علشان يطمنوا عليهم وبيلاقوا إنه مالكم نايم في الأرض مصاب ورجله مكسورة ومستني أي حد ينقذه وقبل ما يلاقوا الباقيين بيحسوا بحركة الديناصور فبيركبوا العربية وبيجروا بيها والديناصور بيكون وراهم لحد ما بيقدروا يفلتوا منه في آخر لحظة وبيكون جرانت والأطفال طلعوا على شجرة عملاقة علشان يستخبوا فيها وفضلوا لتاني يوم وبيشوفوا ديناصورات طويلة جدا قدامهم وكلهم من آكل العشب وما بيكونش فيه أي ضرر عليهم وبيناموا لتاني يوم لحد ما بيلاقوا ديناصور جه على الشجرة اللي هم فيها وبياكل من ورق الشجر وبيصحيهم من النوم وبيبدأوا يتحركوا على مركز المحمية، وهم ماشيين جرانت بياخد باله إنه داس على بيت ديناصور، وده غير ممكن على حسب كلام جون، لكن جون علشان حقنهم بجين الضفادع ممكن يتطوروا ويغيروا جنسهم، وبكده ما بقاش ليهم سيطرة على أعداد الديناصورات في الحديقة، وبيكون جون لقى طريقة يقدر يرجع بيها التحكم من تاني في سيستم المحمية، وبيقرر إنه يعمل ريستارت للنظام ويعيدوا تشغيله من تاني على أمل إن التحكم يرجع لهم. وبتنجح الفكرة لكن بيكون مطلوب منهم انهم يرجعوا الطاقة لأسلاك الكهرباء بشكل يدوي من كشك الطاقة اللي جوه المحمية وبتقرر إلي والحارس انهم يروحوا للكشك ويشغلوها يدوي من هناك وهم في طريقهم بيحس الحارس انهم متراقبين فبيطلب من إلي انها تجري فورا على الكشك وتقفل على نفسها كويس وبيفضل هو برة لكن الديناصور بيظهر للحارس وبيأكله وبتدخل إلي وبيكون معاها لاسلكي وبتكلم جون وبيقول لها على مكان اللوحة وبيعرفها توصل الكهرباء ازاي وبيكون في نفس الوقت جرانت والاطفال قدامهم اسلاك ولازم يعدوا من فوقها علشان يرجعوا للمركز وبيلاقي جرانت ان لمبه الكهرباء مطفيه معنى كده ان الاسلاك مش واصل ليها كهرباء وبيتسلقوها وبيعدوا الناحيه الثانيه وقبل ما تيم بينزل منها الي بتكون رجعت الكهرباء للمحميه كلها وتيم الكهرباء بتصعقه بقوه وبترمي بعيد وبيغمى عليه وبيحاول جرانت انه ينقذه قدر الامكان لحد ما بيفوق وبيروحوا على المركز وبيسيبهم في قاعه الزوار وبيروح يدور على إلي وبيلاقيها طالعه من وحده الكهرباء وراجع على المركز وبيكون قدام الاطفال اكل كتير وبيفضلوا قاعدين ياكلوا لحد ما بياخدوا بالهم ان في ديناصور قدامهم فبيجروا يدخلوا على المطبخ علشان يستخبوا فيه وبيقفلوا عليهم الباب لكن الديناصور ذكي وقدر يفتح الباب عليهم وبيدخل عندهم وبيعمل صوت معين وبينادي على ديناصور تاني، وبيفضلوا يتحركوا في المكان وهم بيدوروا على الاطفال، وبيفترق تام عن ليكس، وبيحاول انه يجري ناحيه التلاجه وبيتزحلق من التلج اللي في الارض هو والديناصور، وبيطلع بسرعه من التلاجه وبيقفل الباب وراه، وبيحبس الديناصور جواها، وبيهربوا وهما الاتنين بره المطبخ، وبيقابلوا جرانت وايلي وبيروحوا على غرفه التحكم، وبيقدروا انهم يقفلوا الباب بالكمبيوتر، وتم تفعيل جميع انظمه الامان من تاني في المحميه. وجرانت بيطمن جون ان الاولاد بخير لكن الديناصور قدروا انه يكسر الازاز ويدخل عليهم فبيطلعوا كلهم ناحيه فتحات التهويه وبيهربوا من خلالها ناحيه ساحه الاستقبال وبينطوا على هيكل الديناصور العظمي علشان يهربوا من الديناصور لكنه بينط وراهم وبيحاول انه يوصل لهم وبيقعوا كلهم على الارض وقبل ما الديناصور يهجم عليهم بيظهر واحد عملاق وبياكله والديناصور العملاق بينشغل وجرانتو اللي معاه بيخرجوا ناحية المخرج، وبيكون جون مستنيهم، وبيجروا كلهم على الطيارة الهليكوبتر بتاعته، علشان يسيب الجزيرة فورا، وبيكون جون باصص على المحمية لآخر مرة، لأنه مش عارف هل هيقدر يرجع لها تاني ولا لأ، لكن بيبقى معاه في عصايته الناموسة المتحنطة، اللي كانت السبب في كل اللي حصل، وبيهربوا كلهم من الجزيرة وبيبعدوا عنها، وفي النهاية جرانت قال له إنه مش موافق على المحمية. ومش هايديه موافقة مكتوبة ودي نهاية الفيلم وشكرا للمشاهدة